يعود الموعد مع مقابلة البراج من أجل التواجد في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم. مباراة في ملعب سوسة مع الأربعة متاع العشية دون حضور جمهور، مواجهة منتظرة بين مستقبل جابس وجندوبة الرياضية. في المقابل مباراة في نفس التوقيت الأربعة متاع العشية في ملعب الشاد لزويتن دون حضور جمهور، مواجهة منتظرة بين مستقبل سليمان والمستقبل الرياضي بالمرسى. بالنسبة لهذه المباراة، الهيئة المديرة لفريق مستقبل سليمان تحتج على تعيين هذه المباراة الفاصلة في ملعب شادلي زويتن. معنا السيد عزيز الحمروني الناطق الرسمي لفريق مستقبل سليمان يوضح أسباب الاحتجاز. سي عزيز مرحبا بك. تحية لك لطفي، تحية كافة مستمعين لإذاعة الوطنية. إذن في بلاغ رسمي للهيئة المديرة لمستقبل سليمان احتجت على تعيين المباراة الفاصلة هذه في ملعب شادلي زويتن، أسباب سي عزيز؟ بالطبيعة احنا متمسكين بالإجراءات اللي خذيناها وبالقرارات اللي خذيناها، متمسكين باش تكون مباراة في ملعب محايد، هذا ما فيهش نقاش، بعيد على ولاية تونس وبعيد على ولاية نابل، هذا هو شنو يتسمى عادة وشنو يتسمى حياة. بالنسبة لنا احنا مستبتين انه يكون التحكيم اجنبي، هذا ما فيهش نقاش، وتكون تقنية الفار، خاطر مباراة مصيرية كما ذي، مباراة فيها مستقبل أجيال، مباراة فيها مستقبل زوج جمعيات. احنا كي نحكيو على الفريق المنافس، نحكيو حتى على ونحكيو على رواحنا، زاد هذا شنو لازم يصير في مباراة مصيرية هكا. مش معقول تكون مباراة ماهيش منقولة تلفزيا وما تكون فيها تقنية الفار، خاطر الممارسات اللي قاعدة تصير هذيا في الكواليس كلنا نعرفوها، واحنا في بالنا بعد 25 زويلة وفات الحكاية هذيا. هذاك علاش احنا بعد اللي صار الكل باش ندافعوا على حقنا وباش نعملوا رسالة تظلم لرئاسة الجمهورية وباش نحكيو شنو اللي صار الكل، على خاطر ماهوش من العدل جمعية كما مستقبل رياضي بسليمان ومستقبل مرسى جدة كيف يلعبوا مباراة في تونس والفريق المنافس نتاعنا تابع لولاية تونس، هذا ما يتماش حياد وما عنده حتى علاقة بالعدل. احنا الإجراءات هذيا تنسيو فيها وباش نكملوا لاخر نقاش. المطالب نتاعكم في نقاط شنو تتمثل سي عزيز الحمروني؟ المطالب نتاعنا في نقاط تكون المباراة في ملعب محايد بعيد عن خارج تونس العاصمة تقصد، وخارج تونس العاصمة وخارج ولاية نابل. احنا نطالب كيف تقنية الفار لازم تكون موجودة، هذايا ما فيهش نقاش، ونطالبوا بتحكيم أجنبي والمباراة تكون منقولة تلفزيا للشفافية على الناس الكل بالنسبة للجمهور الرياضي الكل. زادة يعطيك الصحة، حبيت تدخل معنا سي عزيز الحمروني، وصل صوتك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.